نبتدي على طول بنصيحة اليوم النهاردة. نصيحة اليوم النهاردة هي عن كام ستيب المفروض أو كام قد إيه الحركة نعملها في المشي كل يوم. دلوقتي في دايما بنسميها زي أميث ماشية بقالها سنين عن إن إحنا لازم نعمل 10,000 ستيبس أو اللي هي 10,000 ستيب بيسكلي أو ماشية. فمفروض إنه ده الميث دي ابتدت من إنه حد كان زمان عمل حاجة كده في الأولمبيكس أو حاجة كده وبعد كده كملت على كده سنين وبقت هي دي زي أترند. فبالتالي خلت ناس كتير تحس إنه لو ما عملتش 10,000 يبقى أنا ما عملتش كفاية وبقت هو ده دايما التارجت يا إما هي يا إما يعني هم ما وصلوش للكارديو اللي المفروض يعملوه أو الستابس اللي المفروض يعملوها كل يوم. فمهم جدا إن إحنا نعمل قد إيه. إن إحنا دايما بنقول لازم يكون في سمارت جولز. السمارت إنه معناها إن هي لازم تكون حاجة رياليستيك نوصل لها وبتبتدي من إحنا أصلا بادين منين رحلتنا بادية منين. فلو أنا مثلا ببتدي ومعايا لابسة الساعة وعارفة مثلا منها كل يوم أنا بمشي on average let's say 3000 step okay. فلو أنا بمشي 3000 step ما ينفعش فجأة أن أنا الجول بتاعي أن أنا هعمل 10,000 تاني يوم أو في نفس الأسبوع. فلازم تدريجيا لازم نحن نوصل للستابس دي بالراحة وعلى كل أسبوع نحاول نزود شوية في الأيام بس ما نحاولش أن احنا نسات التارجت عالي جدا أن احنا ما يبقاش حاجة attainable. فبالتالي ده يخلينا أن احنا demotivated جدا وبيكون يعني مش عايزين ان احنا نعمل حاجة وخلاص like بنسيب كل الموتيفيشن اللي عندنا وما يبقاش فيه ديسيبلين ولا اي حاجة لانه خلينا الجول بعيد جدا. اوكي فكل حاجة تدريجيا كل حاجة step by step وكل حاجة نعملها على اساس احنا الجيرني بتاعتنا والرياضة بتاعتنا ابتدت منين ورحلتنا عاملة ازاي. فنحاول دايما ان احنا ما نقارنش حتى نفسنا بحد تاني. اوكي يلا بينا دلوقتي عايزين ان احنا النهاردة هنعمل كارديو كأننا لسه صحين أو أن أنتم ما عملتوش أي رياضة النهاردة. فهنحاول على قد ما نقدر ما نعملش أي حاجة فيها نط كتير ولا أي حاجة كده بس هنعمل برضو الكارديو إنه هو يخلي عضلة القلب تبقى جامدة برضو. أوكي؟ دلوقتي أول حاجة هنعملها إن إحنا هنعمل تابينج للجنب. دي متسميها المودفايد جاكس اللي هو زي الجامبينج جاكس بس من غير ما يكون فيها نط. أهم حاجة إن إحنا نبتدي نتنفس. ومع الوقت نبتدي نحس بعضلة البطن ونبتدي نشد عضلة البطن شهيق وزفير. طبعا لما نيجي نعمل كارديو الشهيق والزفير بتاعنا بيبقى مختلف عن لما نيجي نعمل ستريتشنج. ثلاثة اثنين واحد. Alright. دلوقتي عايزين ناخد رجلينا بعيدة عن بعض الهبس بتاعتنا لورا لليمين نطلع قدام بظهرنا وناخد من الجنب للجنب. شهيق وزفير من ناحية لناحية وزي ما انتوا شايفين رجليا بتبقى بصة لقدام أو للكورنر سنة بيبقى رجليا أكبر أو أبعد من أكتافي. نحس بالسترتش ما بين رجلينا نبتدي إن احنا نجهز نفسنا لكل الحركات اللي ممكن تحصل في يومنا. دلوقتي نطلع الهيبس لفوق نعمل فان يبقى الإيد والرجل عكس بعض. ثلاثة اثنين واحد. دلوقتي هنطلع نعمل شهيق نعمل squeezing the shoulder blades وزفير شهيق زفير. ثلاثة اثنين واحد. alright. دلوقتي عايزين ندخل نعمل heat hold نمشي في الديب سكوات. عايزين الهيلز بتاعتنا ورجلينا تبقى على الأرض نستعمل كورن ان هو يزق ركبتنا. نعمل شهيق هنا زفير الهيبس بتاعتنا فوق ورأسنا لتحت شهيق زفير. ولو مش قادرين ان انتوا لما تفردوا رجليكوا تبقى ايديكوا تحت عادي ممكن تطلعوها لفوق وتنزلوا تاني شهيق زفير. ثلاثة اثنين واحد نطلع بالراحة. دلوقتي عايزين ايدينا قدام
نفس الليفل بتاع كتفنا وتحاولوا تفضلوا ماسكينها فوق هنا. نطلع برجلينا لفوق. ثلاثة اثنين واحد. وده طبعا بيجهز الهيب فلكسرز بتاعتنا اللي احنا دايما بنستعملها، للاسف في اليوم عشان بنقعد كتير جدا فبتبقى اضعف حته. اوكي دلوقتي ايدينا لورا، نفتح رجلينا للجنب ونطلع الهيلز لفوق. دلوقتي احنا بنسخن الكوادز، رجلينا من قدام. نحاول نشد بطننا. ثلاثة اثنين واحد. دلوقتي نعمل مارشنج. طبعا نحاول نخلي ايدينا ورجلينا يبقوا عكس بعض، ونحاول نطلع ركبتنا تبقى أعلى من الهيبس بتاعتنا. ده بيساعد على الكوردينيشن، أي وقت إن إحنا نستعمل فيه كوردينيشن يبقى يخلي إنه حتى تفكيرنا وعقلنا إن إحنا نستعمل حتت ممكن ما بنستعملهاش في اليوم بتاعنا الطبيعي، فبالتالي الرياضة بتخلينا أسدى كمان. ثلاثة اثنين واحد. alright دلوقتي عايزين نحط كل الويت بتاعنا على رجلينا الشمال، نطلع لقدام سنة ورجلينا اليمين ترجع لورا. نعمل سكويزنج للرايت جلوت ونتنفس. ثلاثة اثنين واحد. ونعمل سويتش. نحاول نلاقي البالانس على الرجل اللي احنا واقفين عليها ونشد بطننا، ونحاول ان احنا ما نتحركش ظهرنا من فوق. اثنين واحد. دلوقتي هنفرد ظهرنا لفوق، هنطلع رجلينا للجنب من غير ما نخلي ظهرنا يميل، على قد ما نقدر ان احنا نتحكم في رجلينا وهي نازله كمان، ما نخليش جرافيتي ان هي تنزلها لتحت جامد. اوكي ثلاثة اثنين. طبعا لو مش عارفين تلاقوا البالانس بتاعكم ممكن انتوا تعملوها ابطأ، وكل مرة ترفعوها تنزلوا توقفوا، ترفعوها وتنزلوا توقفوا، او ان انتوا تمسكوا احسن كرسي او كنبة جنبكم وتلاقوا البالانس. and switch الرجل التانية. نشد بطننا، كل ما تشد بطنكم كل ما تمسكوا وتشدوا العضل كل ما تلاقوا انه عندكم تحكم اكتر في جسمكم كلكم. ثلاثة اثنين واحد. alright دلوقتي عايزين نعمل الانش ورمز، فعايزاكم ان انتوا توقفوا على اخر المات، وهنطلع لقدام لحد ما نعمل بلانك. اهم حاجه ان احنا ايدينا ما تطلعش ابعد من اكتافنا. اوكي يبقى هنوصل لحد ما نوصل لبيرفكت بلانك، ظهرنا يبقى مفرود وبارلل للارض، وهنمسكها ثانيه او ثانيتين وبعدين نرجع تاني. اوكي يلا بينا. شهيق زفير. نفضل شادين كل عضله في جسمنا ونرجع تاني، نوصل لرجلينا ونطلع لقدام، ونرجع تاني ونطلع لقدام. زي ما انتم شايفين بوصل كاني بارلل للارض، ما بيبقاش الهيبس بتاعتي فوق او نازله لتحت، لازم اكون حتى اكتافي ما بين اكتافي او شولدر بليد، ما بكونش واقعه لجوه، ببقى زق الارض بعيد عني. شهيق زفير. واخر اثنين واخر واحده، وبعدين ننزل بالراحه على النيز بتاعتنا. اوكي يلا بينا. دلوقتي يبقى الريست بتاعتنا هنبقى نكون في تيبل توب بوزيشن، الريست بتاعنا تحت الاكتاف، النيز بعيد عن بعضها او ركبنا بعيد عن بعض.
وتحت الهبس. هنعمل opposite arm opposite leg، رجلينا الشمال وإيدينا اليمين، بعدين العكس. ده برضو بيساعد بنرجع تاني نعمل الكوردينيشن، وفي نفس الوقت بنسخن الكور بتاعنا أو بطننا وظهرنا السفلي. ثلاثة، اثنين، واحد. alright. ونرجع ناخد الريست بتاعتنا دوريات، نعمل ريفرس، ناخد فينجر تيبس لورا، ننزلها لتحت، سويتش، ننزل لتحت، نعمل شيكينج راف. دلوقتي واحنا على الارض هنا زي ما انتم شايفين، زي ما احنا قاعدين هنطلع بالراحه ونطلع لفوق، ننزل ونطلع ونعيد كل اللي انا عملته تاني.